لطالما قاومت أجسادهم الكثير من الآلام بالقليل من الأمل في الحصول على الدواء، لكنهم اليوم وحيدون في مواجهة الموت بلا دواء ولا أمل. هؤلاء هم مرضى الغسيل الكلوي بمحافظة تعز، وتحديداً في مستشفى الثورة المفتقر لمواد الغسيل وأدويتهم الخاصة. أكثر من 300 مريض يحتاج كل واحد منهم على الأقل لثلاث جلسات غسيل أسبوعياً، وبدلاً من توفيرها لهم تتشارك حرب الميليشيا وإهمال الحكومة الشرعية مسؤولية مفاقمة معاناتهم. كان يتواجد 4 مراكز للغسيل الفشل الكلوي، مركزين تدمرا تماماً وغلقا بفعل الحرب والحصار، ويصل فيه المرضى إلى حافة الهاوية ويتعرضان أحياناً وفي مواقف كثيرة إلى موت محقق نتيجة انقطاع الموازنات التشغيلية. قسم الكلى بمستشفى الثورة العام يعمل بحسب المسؤولين فيه على مدار 24 ساعة بالرغم من إمكانياته الشحيحة والمهددة بالانعدام تماماً. فقرابة 90 حالة يستقبلها المركز يومياً، فضلاً عن الحالات الإسعافية الجديدة التي لا يمر يوم بدونها، وجميعهم مهددون بالموت. ليست هذه المرة الأولى التي يصل فيها الحال مرحلة الخطر، فمناشدات كثيرة ورسائل احتجاج عديدة أطلقها الأطباء ومعهم المرضى من قبل، إلا أن مصيرها كغيرها من مطالبات المواطنين في هذه المدينة لا تجد من يبالي بها.